ورجعنا لكم تاني، ويمكن قضينا معاكم ساعتين على الهوا فاتوا بسرعة جدا. كان عندنا مجموعة كبيرة جدا من الفقرات استمتعنا بيهم، وطبعا استمتعت بيومي معاك يا مي. ميرسي يا ريم، يا رب تكون كل فقراتنا النهارده يعني كانت بفايدة بالنسبة لكم. كمان كان معانا موهبة مهمة جدا، وهي جنة الطالبة اللي كانت معانا في أول فقرة النهاردة، وشفنا رسوماتها وشفنا قد إيه هي موهوبة وقد إيه متميزة. فيا رب دايما يبقى معانا كده مواهب جديدة وصغيرة في السن حتى نقدر نتبناها والدولة تتبناها من دلوقتي. يمكن كان برضو معانا الكاتب الروائي محمد جمال، وكنا بنتكلم على روايته الجديدة، وأيضا بنتكلم عن فكرة أنه إزاي اتنين كتاب يقدروا يكتبوا رواية واحدة. مثلث ماسبيرو وتطوير ماسبيرو أو نيو ماسبيرو زي ما بيسموه، كمان اتكلمنا عنه النهاردة كتير، وكلمنا عن العشوائيات ومصيرها في الفترة اللي جاية هيكون إيه. كان معانا برضو باسانت وهاجر الدكتورة شيرين، وكنا بنتكلم عن مشاريع التخرج الخاصة بطلاب كلية إعلام عين شمس. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، بكرة إن شاء الله هنشوفكم في يوم جديد وفريق عمل جديد، ونهاركم دايما سعيد.